بعد عني بحبك كل يوم أكثر كل يوم أكثر كل يوم أكثر بحبك لو قريب مني بحبك لو بعد عني سعدت أوقاتكم جميعا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من يلي معنا. أعطر تحية وأسكى سلام لكل من تعود مرافقتنا ومتابعتنا صبيحة كل جمعة وسبت. ننطلق بنغم جميل نهديوها لكل أبنائنا اللي اجتازوا بنجاح امتحان البكالوريا ونقولوا حظ سعيد وإن شاء الله ربي معاكم ولديتنا اللي إن شاء الله باش يعديوا دورة المراقبة إن شاء الله أيضا ترتفع النسبة. نعرف لكلكم عرفتوا نتائج متاعكم باللي سمس وتبقى النتائج بالمعاهد نهار لحد ان شاء الله. ان شاء الله ديما متالقين ديما ناجحين وان شاء الله فيما اهم. صباح النور شيف مزاكي. صباح الخير. الحمد لله لاباس. على ذمتكم فريق كامل طيله ساعتين من البث المباشر فقرات متنوعه ومختلفه. نذكركم في البدايه بطرق الاتصال والتواصل معنا. نسعى دائما باقتراحاتكم ونقدكم وكل مراسلاتكم. مرحبا باصواتكم على رقم 71 759 478. مرحبا بالارسالات القصيره على رقم 788 87. تكتبوا لنا إغراك ام اسباس والاقتراح او سؤال وتنجموا ايضا تراسلونا على ذمتكم ارقام الفاكس بالنسبه لكل الناس لكل الجمعيات المنظمات لكل الناس اللي عندهم انشطه مختلفه ثقافيه علميه طبيه ويروا انها جديره بالمتابعه والتغطيه الاعلاميه. على ذمتكم رقم الفاكس هو 79 44 935 والا 79 44 919. هذوما ارقام الفاكس على ذمتكم. مرحبا بكم الكل. شايف شنو حوالك؟ كوجينتنا لاباس معه؟ ايه دائما لاباس. دائما لاباس الحمد لله. شنو اقتراحاتنا بالنسبه لليوم؟ بالنسبه لليوم طبيعه الحال المقبلات كيف العاده ديما نوعوا ونشوفوا اليوم موجود عندنا في السوق. باش ناخذوا اليوم لافوكا اللي هي بشوفريت. اي اللي فما برشا سيدات يعرفوها باش نعملوها اليوم زاد بطريقه جديده كل مره نجدوا كل مره نطوروا شويه. باش نعملوا في كطبق رئيسي اللي هو طبق ايطالي 100% ريغاتوني باللحم البقري. باش نشوفوا الصوص كيفاش نجموا نعملوا صوص اللي ما نكتروش فيها طماطم برشا. فوالا ما تجيش حمراء ياسر تجي كاين غوزي شويه. غوزي وتجي عاقده وتجينا بنينه. وباش نعملوا كلاس ميزون. هذه فكرة حلوة. فما برشا سيدات يدقنوا راهو المثلجات في الدار يعرفوا يحضروها بالكدا. وأيضا صحيح أنه المثلجات للبرا بنينة زايدة ما ساعات حاجة ديري ديما هكا لميمة وقت تعملنا حاجة ديما تجينا أبن مهما كانت حاجة الشارع أبن وأبن ديما نحسوا ماكلة الأم وحدة. قبل ما ناخذوا إلى تفاصيل الأطباق من عند مزاكي نعطيكم فكرة مشاهدينا على أهم الفقرات اللي إن شاء الله نتابعوها اليوم مع بعضنا. تفضلوا. اليوم باش نحكيو على تظاهرة 14 ساعة مسرح في بالكم بها وإلا لا. هي أكيد ماهيش من المسرح البلدي ولكن يعتبر المسرح البلدي رمز دائما. حدث في مثل هذا اليوم من ضمن الفقرات القارة نسلطوا الأضواء على أهم الأحداث في العالم اللي صارت اليوم. أسوس بوتي لكل سيدات وتقنيات جديدة لإضواء مسحة أكثر من الجمال. وستار نيوز فقرتنا الأسبوعية نسلطوا من خلال الأضواء على مختلف أخبار النجوم في الوطن العربي على التاير. فقرتنا نشوفوها بعد شوية إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا. نرجع بحذا شايف محمد مزاكي حتى ناخذوا مقادير الاطباق الثلاثه. دونك فيسع 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 كل ورقه وستيلو حتى تقيدوا معنا المكونات بالتدقيق. شايف نبداو بالافوكا. بالافوكا بالنسبه للافوكا خدينا 4 كعبات تاع افوكا اللي حتى 8 من الناس يعني اشترى افوكا لكل شخص. لكل شخص. ما نجيش خويا خدينا كابالوتي ناخذوا شويه شفرات شويه مايونيز شويه كيتشوب فوالا وكيتشوب وكريم فريش. قداش كريم فريش مزاكي؟ ساعات نحطوا كميه اكثر من اللازم ساعات تكون اقل من اللازم. كي نحسبوا بالمغرفه الكبيره يعني المغرف باش ناخذوا مغرفتين كيتشوب ومغرفتين مايونيز ومغرفتين كريم فريش يعني معناها يلزم المقادير تكون متساويه. متساوية بين المايونيز والكاتشوب والكريم فريش. باهي متفقين. دونك هذايا طبق يصلح لثمانيه اشخاص. باهي نتعداو للطبق الرئيسي وكم ماهيش صعيبه الحكايه. نعم. بالكل
ما فماش مقادير مضبوطه، تبقى انه الكميات لازم تكون قد كي باش نحسبوا بالمغرفه. نتعداو للطبق الرئيسي والمطبخ الايطالي حاضر معنا من خلال الاكله هذه. بالنسبة لطبيعة الحال ريغاتوني أو نجم نعملو البلومة، يعني كل واحد كل سيدة كيفاش لبيني المقادير. خدينا 300 غرام اللي هو لحم بقري اللي هو غير هبرة الحمك هاو. خدينا شوية سفنارية، شوية بصل، الكلافس، ريغاتوني، طماطم معجونة، طماطم معجونة، شوية معدنوس، ثوم وزيت زيتون. أو طماطم معجونة مارتين باش كان نسينا ما حطيناش من الأول نتفكروا في المعجونة. داكوردو. بي اسفنيريا موزاكي جوست على الكولوغ باش تبدل لنا على الكولوغ وعلى الصوص باش تجينا عاقدة. باش ناخذوا الصوص نتاعنا. نعرف اللي كي حاجة تغلبنا وتجينا ياسر جارية يلزمنا نعقدوها بالاسفنيريا. به نعقدوها صحيحة؟ ايه نعقدو. احنا ما نحبوش نعقدو الحاجات. به تعقاد فوالا هذه الكلمة الصحيحة. الديسير نتاعنا اللي هو الكلاس والبيستاش نتاعنا فريمون بيستاش ما فيش لون اخر. الفندق جينيرالمون نلقاو فيه شوية هكا لون الموف. اليوم جبنا لكم بيستاش بيستاش 100%. يلا يا سيدي قداش من عظمة؟ برشا عظمات. بالنسبة للكلاس نتاع اليوم اللي ما غنستعملوش السورفوتير كيما نعرفوها تاع الكلاس، باش ناخذوا نصف فترة تاع حليب، ناخذوا 80 غرام سكر، زوز سكر فانيليا، ستة أصفر عظم، وكريم فريش، 200 غرام بيستاش، ملون أخضر اللي هو غذائي، شوية نعناع، وكريم شونتيي اللي باش نعملوه كزينة للكلاس نتاعنا. باهي، دونك ننصحوا ديما باش ما نكثروش من الملونات، يعني يلزمنا هوني ملون باش يعطينا الكولوغ سينا. غير الكولوغ على أساس باش نعطيوه، لأن الكولوغ الفستق يعني أخضر، باش نعطيوه هذاك الكولوغ نتاع الفستق، أما ما نحبوش نعملوا الكولوغ بلا ما نعملوا. فوالا، باهي دونك عندنا هوني المسألة اختيارية، يعني تجيب بنينة حتى من غير ملون، ملون جست من ناحية احنا باش نفرقوا بين الالوان، يعني فريز لازم يكون احمر، ابيض، فاني، يعني باش نفرقوا هذاك باش نبيعوهم في الدار عارفين فما حدش. يعطيك الصحة مزاكي على كل الملون مزيانة، حاجة مزيانة تعطينا كولور فيف، دونك يعطيك الصحة. شفنا شفنا سومير ايمان، نتعداو للنغم الموالي ثم ننطلق مشاهدينا في استقبال ضيوفنا، تفضلوا. صعب إحساسي وصل لك، أنا الشوق كبير يا حبيبي كتير، لو بقدر روحي بعدلك، شو بحكي بعد وشو بقلك، من لو معيوني سرقت لك وسهرت الليل وميت ليل، لو بقدر عمري سهرت لك من بعد الليل اللي سهرته، من بعد الشوق اللي حملته، ما بيكفيك اللي قلته، لو بقدر اكتر قلت لك،
حبي الغالي حلفت لك انك يا حبيبي بتضلك جوات الروح مطرح ما تروح رح يبقى القلب يدق لك اسمك عقلبي كتبت لك واجمل احلامي رسمت لك وعطيتك وعد رح نبقى لبعض ما بعرف اكتر شو بقلك من بعد الليل اللي سهرته من بعد الشوق اللي حملته ما بيكفي كل اللي قلته لو بقدر اكتر قلت لك كلام جميل وللعاشقات رقيق العبارة لي من هواها بقاء الليالي وحيدا كئيبا كضوء المنارة أخط الحروف بدمع العيون وقلبي الفتي يموت انتظارا سلوها عساها ترق لحالي فيفرح قلبي بأحلى زيارة الورد يرفض أن يذبل وعصافير المدينة لم تنم أبد إلا أن تسهر وشمس الشتاء في بلادي يا ملهمة ترفض أن تغرب وابن خلدون واقف بل ما زال واقفا يقرأ مقدمة حبي والبقية تأتي. صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا، سعيدة جدا باستضافة الفنان نزار الكشو اللي هو شاعر منشط إذاعي مخرج مسرحي ومكون أيضا في مجال المسرح. تحية ليك وبارك الله فيك على النجم قولوا التحية الصباحية الخاصة جدا كانت بالشعر بالكلمات الراقية. إن شاء الله نسمع أكثر بعد شوية. مرحبا بك بحضينا نزار. مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدين قناة حنا بعل، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن. مرحبا بك سيدي. احنا اليوم باش نحكيو في برشا حاجات، باش نحكيو على المسرح، باش نحكيو على التظاهرات خاصة. خلينا نبداو بجديد بما انه اليوم بعد شوية بعد ما تخرجوا من بحثينا تظاهرة 14 مسرح تنطلق اليوم اللي هي 14 ساعة. انا اش قلت؟ 14 ساعة مسرح اللي هي تنظمها دار الثقافة حي الحديقة التحرير وتحديدا نادي الممثل والبحوث المسرحية. 14 ساعة مسرح، علاش في الوقت الحالي؟ هي في الأصل انطلقت انطلقت بالضبط الساعة 9 صباحا. نعم. تنتهي إن شاء الله الساعة 11 ليلا. نعم. التظاهرة هذه هي الدورة الثالثة، وقع التعود أنه ننظمها في نفس الفترة أواخر شهر جوان، لأنها تختم النشاط التكويني اللي متعودين به، هو الدورة التدريبية كل عام نعملوها لرواد المسرح من الشباب. اللي النوعية من الشباب هذه اللي احنا نشوفوها تلوج في أماكن باش تقوم بالهواية متاعها، لكن